السلام عليكم خوتي خوتاتي، داخل المغرب خارج المغرب، كي دايرين؟ كنتمنى لكم حياة زوينة، الناس اللي في المغرب والناس اللي خارج المغرب، واللي عنده والدي الله يخليهم ليه، واللي ميت الله يرحمهم ليه، واللي عنده والدي واي واحد في عائلته مريض الله يشافيه ليه. خوتي وخواتاتي، اش غادي نقول لكم اليوم؟ جايين نعاود لكم قصة واقعية كاينة في اليوتيوب، يعني لكل شي العالم تفرج فيها، جاي نعاودها لكم بحال ملي كنحكي لكم شي قصة. جاي نعاود لكم بأن خوتي التربية ما بقاتش كاينة، التربية ما بقاتش كاينة، قليل اللي مربي ولادو الحمد لله تربية حسنة ما شاء الله عليه، واللي مربي في هذا الزمان وليداتو كنقول ليه شابو ليك، لأن هادشي اللي كيشوفوه في التيك توك واللي كيشوفوه في اليوتيوب مخل للاداب ومخل بزاف د الحاجات. اخوتي جايه نهضر على ديك الطفله، ماشي طفله، راه هي عزبه اللي واحد المره طلعت امها قالت ما لقيت خدمه، انا دارني ظهري انا، والبنت قالك تعرات وما خلات ما دارت، طلعت الان دارت قالوا واحد الفيديو وكتعير المغاربه كاملين وكتستحمر المغاربه كاملين وكتقول لك تفوا علينا حنا المغاربه كاملين، وقالت لك حنا حاشاكم كاكا بهذا المفعول، ما قدرتش نقولها بديك الكلمه اللي قالتها، زعما كنقول ليها اش غنقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انتي لا ما ربوكش والديك، خاص السلطه المغربيه تربيك، خاص التربيه، خاص التربيه. وزائد بنت سعاد النقاشه حتى هي اللي طلعت وكتعرف الام ديالها وكتعطيها وتواطيها، وهاد بنت سعاد دي دائما متبرجه ودائما كدير واحد المسخ لا في التيك توك ولا في كل شيء، كتعلم بناتنا وكتقول لهم اليوتيوب فيه الفلوس، بغات تخرجين على بناتنا د المغرب، ما يبقى حتى شي واحد، ما يبقى خوتي حتى شي واحد اش غادي نقول لكم، غيبقى حتى شي واحد يبغي يقرا، غادي كل شيء غادي يتبع اليوتيوب، صافي غادي 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 اش غادي نقول لكم، صافي غادي تخياب، غادي تخياب. وكنقول لكم الله يجازيكم بخير اللي عنده وليداته يربيهم، هادشي راه بزاف علينا، هادشي راه بزاف اللي ولينا كنشوفو، راه وسختو لينا البلاد، راه دسركم اليوتيوب، اليوتيوب الامريكي دسركم، وهاد التيك توك دسركم. واش غادي نقول لكم؟ كنتمنى يا رب شي نهار نعسو نفيقو نلقاو لا التيك توك لا كلشي تحيد على المغرب، لان المغرب ما كيليق بعض المغاربه، ماشي المغرب ماشي المغاربه كاملين، المغاربه اللي داخلين مشوهين في التيك توك وفي اليوتيوب هما علاش كنهضر فقط. اما عندنا المغاربه ما شاء الله عليهم، والله ما كيتفرجوا في هاد التفاهه وما كيتفرجوش في هاد الوسخ، ناس واعيين، ناس قاريين، ناس مثقفين، عندنا تبارك الله دكاتره، عندنا تبارك الله مهندسين، ما شاء الله المغرب فيه الزين، والخيب عندنا قليل، وديك الفئه اللي عندنا قليله خصنا نحيدوها باش ما توسخش لينا الشباب ديالنا اللي جاي طالع دابا. خوتي وخواتاتي اش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واحد الكلام سمعتو قالو، واحد الكلام سمعتو قالو الاستاذ معتوق، اش غادي نقول لكم؟ والله العظيم الا عنده الصح، عنده الصح، ماشي غير الصح، عنده الصح 100%. واحد الكلام قالو ضرني في خاطري وعنده الصح فيه، كنقول ليه تحيه لك، ما بغاش كاع يخدم ليا هاد باش تسمعوا شنو قال، راه الا سمعتوا اخوتي راه داكشي كيضر في الخاطر، والله والله لا كيضر في الخاطر. شي حاجه اللي تاف الانتباه ديالي طبعا، عموما ماشي هادشي ماشي خاص بالقطاع الخاص ولا سمعوا تحيه لي القطاع العام ولا شي فئه وفئه لا، تحيه للاستاذ ديالنا الكبير. ارتأيت انني نهضر في هذا الموضوع لانه تيمسني انا كمغربي. كان شي سلوك يعني غير لائق؟ ماشي سلوك غير لائق، ولكن لاحظت باننا الاجيال اللي غادي نطلعوا في ولادنا ما طالعينش حورش، ما طالعينش رجال، كنهضر على الذكور، على الذكور وحتى الاناث ما مطلعينهمش انثويين. سمعوا خوتي عنده الصح، تبغي تتفاجئي، ما مطلعينهمش انثويين حتى يتخلطوا هما مخلطين بالتصرفات، مخلطين في اللباس، في التصرفات، في الجسم، في الهندام، في السلوك، في كل شيء، لا الولد ولد ولا البنت بنت. تحيه لك استاذ، لا البنت فيها الحياه والحشمه،
لا البنت فيها اللباس اللي يليق بها، لا البنت عندها السلوك اللي يليق بها، المظهر اللي يليق بها، التصرف اللي يليق بها، ولا الوقوف الامكنه اللي تليق بها، ولا مع افراد اللي يليقوا بها، ولا 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 بالنسبه للبنت. والذكر ما بقيتيش تعرفوا لا هو ذكر ولا انثى. نعم، ما بقيتيش تعرفوا في لباسه لا واش هذا راجل، واش هذا مشروع راجل، واش الولد حرش ولا ماشي حرش. كلشي مثل الاغلبيه طالع الرطب بزاف، رطب بزاف. واش ما فهمتش واش حيت يوضح لنا واش كلمتي مع شي واحد في هضرته ولا لباسه ولا بلا بلا هضره بلا غير شوف، غير تشوفي بعينك ما بقاش تبان لك الرجوله في الاطفال. كنهضر عموما، ما كتبانلكش داك الرجل ولد حرش، الولد حرش اللي غيطلع اللي ما عرفناش من زمان غادي يكون، ملي غادي يكون هو راجل ومسؤول. يعني دابا 20 عام ما عرفتوش كي غيكون زمانه. شوف حنا هاد العجب اللي حنا عايشين فيه. تحيه لك استاذ. وعايشين في زمان ليس بالسهل. اسمع سمعوا حنا اخوتي. دابا 20 عام ولا 30 عام اللي يكونوا هما وصلوا ل 30 عام وصلوا ل 35 عام. والامهات مستقبلا. اه لانه ما كاين رياضه مسقده. الرياضه الرياضه اللي تليق بالذكر. واش عيب الله حنا كان عندنا عيب، عيب ما ديرش شي رياضه ديال الفنون الحرب ولا كرة القدم ولا داكشي الالعاب الجماعيه والمقاتله. عيب الا ما درتيش انت، ما كنتيش كدير هادشي هذا. وكانوا هذوك اللي لاباس عليهم كيمشيو يديروا كرة التنس، كرة كذا. ما كاين حتى مشكل، دير لي كرة التنس. ولكن دابا ما بقاش عندنا كاع الرياضه، ما بقاش، ما كتشوفش الحروف المعالم ديال الرياضه في الجسم ديال الذكر. رجع ما كتعرفوا لا ولد ولا بنت في الجسم ديالو. الا كان لابس، الا كان يمكن في المسبح ولا في الحمام ولا في البحر، ما تيبان لك ما كاينش الرسم ديال الذكر، ما كاينش. كي غندير انا ما عرفتش كيفاش تنغفلوا على شي حاجه بحال هادشي هذا اللي ما تنعلموش ولادنا دابا يديروا الرياضه، الرياضه اللي تليق بالذكر ويحترموا والديهم، الرياضه اللي تليق بالانثى، اللي ما كنعلموهمش يلبسوا الحوايج ديال الذكور. ما بقيناش نعرفوا واش كان غيلبس سروالو وعيطلو شي واحد بالزربه وخلاه هابط وخرج بيه، خلاه النص هابط. ما عرفتوش واش كان كيلبس سروالو ودار بناقص ما بقاش باغي يلبس وخرج هكاك. ما عرفتش حوايج مقطعين شي امور، ما عرفتش كاين شي امور اللي يمكن ما ندخلش فيها، تدخل في الحريات الخاصه. ولكن نتهضر على مساله قوميه، هذا امن قومي. نعم، هذه مساله قوميه كتعلق بالشعب المغربي. نعم استاذ، المملكه المغربيه ومستقبل الرجال ديال المملكه المغربيه. اذن هادشي تنتكلم على الظاهر، وعاد ارى السلوك والمروءه، المروءه ديال التقدم. واحد النهار انا راه كنت غنغرق، غنحشمت، كنت في واحد في المطار وما عرفتيش داكشي غادي نهز الحقيبه ديالي، وهي تجي وحده من المضيفات حيت داخل داكشي في خدمتها بغات تهز لي الحقيبه ديالي، زعما غادي تخدمني. غرقيت تشد الهم. هذا فين وصلنا؟ شد التقليب هذا وقف. هذه زعما المساواه بين راجل ومراه. هي دابا هذه خدامه غادي تهز لي انا. تحيه لك استاذ، يا ريت كنت الرجال يكونوا بحال الشباب اللي طالعين دابا. خدمتها في خدمه ولكن ما تهزليش بالي. زعما انا بالنسبه لي شحال الرجوله كي دايره، خدشات لي شي حاجه ديالي اولا ديالي انا، ثانيا ديالنا الكبير تهز لي الثقل ديالي انا، ما غير مقبوله ولا على الاقل ما تربيناش هكا. نعم استاذ، كنهضر على المظاهر وتنهضر على المروءه وعلى الرجوله والشهامه. الولد كيفاش خصو يدافع على البنت، كيفاش خلو يدير اسبقيه البنت، كيفاش يحمي البنت، كيفاش يحترم الرجل الكبير، كيفاش يحترم المراه الكبيره، العجوز. هذا ماشي عجوز، هذا فقير، هذا ضرير قاطع الطريق، هذا الزبل منديل، هادشي هذا ما بقيناش نشوفوه كاع. نعم استاذ، كلشي خايط في التليفون ديالو، وملي كيهز راسو ما كتعرفو لا ولد ولا بنت. يعني كي غادي دير كيفاش اسره وزاره التضامن، وزارة الأسرة، وزارة الشبيبة، شنو علاقة الأسرة؟ خلينا الأسرة، هاتي الأسرة، هاتي الأسرة، هاتي الأسرة، الأب والأم فينا هما. شنو قال الأستاذ على الأسرة؟ ماشي على نظير يدير سمية قناة الأسرة ويقول أسرة. على تعبية، على تأطير. سمعوا، أنا مرافقة. ولكن واش دابا الآباء تيسحبوا مرة غيجيب الفلوس لولدك وكلوا؟ هذه هي المسؤولية ديالك. والله إلا. والأم تاهي خرجت تخدم، تاهي كدرز مع الزمان مع ذاك الراجل، خصها تقاسم معاه ومخلي الأولاد لمن نخليهم؟ الزنقة. راه مشكل كبير هذا، راه مشكل، راه الرجولة في خطر، الرجولة المغربية في خطر، حتى المرأة في خطر. سمعتوا اخوتي، سمعتوا الأستاذ شنو قال؟ هادشي كامل اللي قال الأستاذ كنقول ليه تحية ليه. يعني كيهضر مسكين بواحد
واحد الحرقه على بلاد المغرب، لان بلادنا المغرب وما نبغوا حتى شي حاجه تكون خايبه في بلادنا. هادشي كامل اللي قال الاستاذ كنقول ليه تحيه لك كبيره وكنحترمك كاستاذ. خوتي وخواتاتي، سمعتوش قال لكم الاسره المغربيه في خطر كلها، لان هادشي اللي ولينا كنشوفو ولا كيخلع. خوتي وخواتاتي، اللي عجبو الموضوع اللي هدرت عليه دابا يقول لي نعم، واللي ما عجبوش الموضوع يقول لي لا. لكم جا لكم جميع الاختيارات، اللي عجبكم قولوه، واي واي حاجه قلتوها انا ما نختلفش معاكم، كل واحد والراي ديالو. وبسلام عليكم، حتى الفيديو الثاني ان شاء الله باذن الله.